نعم جزاك الله خير يا شيخ. في سؤال عن الحلم الأول في الحج يا شيخ. ايش؟ الحلم الأول. نعم. أكثر من العلم قال الحلم في الصحيحين، لكن قدامنا نقل عن الشافعي في المغني أظن أنه يكون التحلل بنسك واحد، فهل يمكن أن يقاس ذلك بالنسبة للحلق يا شيخ؟ الحلق؟ أي نعم، إذا عدينا أن الحلق من الأمساك التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحج. ما فهمت السؤال. أنا فهمت أن التحلل أول إما بواحد أو باثنين، لكن التفريع على هذا ما فهمت. ثابت أنه التحلل بواحد شيخ الرمي، رمي جمرة العقبة. دعني من الثابت وغير الثابت ما بعد الصناعة، لأن هذا إلي وليس إليك، لكن الكلام على أنك ماذا تريد السؤال. إيه نعم، إذا كان يا شيخ يثبت بنسك واحد. نعم. التحلل الأول. نعم. نستطيع أن نقيس الحلق إذا اعتبرناه نسك إلى الأنساك التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. في يوم الحج الأكبر، هل نستطيع أن نقيسه على الرمي جمرة العقبة؟ إيه نعم، فهمت. من المعلوم أن الحديث الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا رميتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، وفي لفظ إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. وقول بعض الفقهاء أنه إذا فعل اثنين من ثلاثة حل التحلل الأول لا دليل عليه، بل يقال أن التحلل الأول مرتبط إما بالحلق وحده وإما إما بالرمي وحده وإما بالرمي والحلق. أما اثنين من ثلاثة فهذه وإن كان له حظ من النظر لكنه ضعيف، فيقتصر على ما جاء به النص. أما هل يحصل التحلل بالرمي وحده أو بالرمي والحلق، فالصواب أنه لا يحصل إلا بالرمي والحلق، لأن حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. ومعلوم أنه لا طواف البيت بالنسبة لفعل الرسول عليه الصلاة والسلام إلا بعد الرمي وإيش والحلق. ولو كان يتحلل قبل الحلق لقالت ولحله قبل أن يحلق، فلما قالت قبل أن يطوف علمنا أنه لا يحل إلا بالحلق التحلل الأول. وأيضا فإن الحلق رتب عليه الحل في مسألة الإحصار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحصرت الحديبية أمرهم أن يحلقوا ثم يحل، ولا حل إلا للمحصر إلا بعد الحلق. فالصواب أنه لا يحل التحلل الأول إلا بعد الرمي والحلق، وأنه لو رمى وطاف لو رمى وطاف لم يحل، ولو حلق وطاف لم يحل، وإنما يقتصر في الحل على ما جاء به النص وهو الرمي والحلق. نعم.